السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان المدينة تكون ذكية، فأول حاجة في الذكاء إن أنت تبقى عندك قدرة إن أنت تسمع وتشوف. فعشان تسمع وتشوف لازم يكون عندك ريال تايم داشبورد أو منصة تقدر من خلالها تشوف كل حاجة بتحصل في نفس اللحظة في المدينة. يعني تشوف مثلا في زحمة هنا، في ارتفاع درجة حرارة هنا، في رطوبة، في شبورة، كل الكلام دوت ممكن نشوفه من خلال الداشبورد دوت. والميزه بتاعته ان هو ريل تايم، يعني مش لوحه ثابته او ورقه ثابته، لا، لو اي تغيير بيحصل بيبدا يظهر معاك فتبدا انت تاخد قرار. زائد ان الذكاء الصناعي بيساعدك على اتخاذ القرار في ثواني. شايفين كميه الداشبورد اللي موجوده، واحده مثلا الانرجي، واحده الحراره، واحده للانتقالات، واحده للسوشيال ميديا، واحده للمساعدات الاوليه، واحده بحيث مثلا لو في لا قدر الله فيضان او زلزال ففي حاجات بتحصل قبليها بثواني بدقائق، فتبدا ان يبقى عندك ادراك ايه اللي هيحصل بعد شويه فتقدر تاخد قرار قبل ما الحاجه دي تحصل. متخيل كميه الداشبورد اللي المفروض يكون موجود في اي مدينه ذكيه؟ دي الحاجات اللي احنا بنعملها في المدن اللي بتحاول انها تتحول لمدن ذكيه. فلو حد عايز يتعاون معانا احنا جاهزين ان شاء الله. دي حاجة بسيطة جدا من فكرة ان يبقى في عندك مدينة ذكية. يعني حتى لما يبقى عندك البيت ذكي لازم في الموبايل يبقى عندك زي داشبورد صغيرة تقدر تشوف ايه التعديلات اللي موجودة. فلو في مدينة لازم بقى ايه تبقى عندك كل اللوحات موجودة. في مشكلة مثلا في الزحمة فتبدأ تحول الناس لمسارات تانية، في مشكلة في درجة الحرارة فتبدأ تشوف ايه القرارات اللي انت ممكن تاخدها عشان تحسن حياة المواطنين، في مثلا ارتفاع في مستوى سطح البحر في مدينة معينة فتبدأ ان انت تخلي السكان مثلا، او تبقى عارف مثلا هتتكرر قبل كده فنعمل مثلا زي سد او سور او في انسداد، فما تستناش المشكلة تحصل، لا روح سلك الحاجة ديت. زائد ان دي بتبقى مع المواطنين، يعني من ضمن الاساسيات ان مفيش مدينة ذكية من غير مواطنين اذكياء. اذكياء يعني يقدروا يتعاملوا مع الحاجة بشكل حلو، فلو في اي مشكلة يصوروها ويبعتوها من خلال تطبيقات معينة موجودة على الموبايل، فأنت تبقى عارف إن في حفرة هنا، في مثلا مشكلة هنا، فتبدأ إن أنت تبعت الناس ويصلحوا الحاجة ديت. زي ما أنت شايف في للباركينج مثلا تبقى عارف إذا كان في مشكلة في الباركينج. إحنا عندنا كمية داتا رهيبة جدا، بيج داتا، يعني كمية معلومات مهولة لو شخص حاول يتعامل معاها من غير الداشبورد هتحصل مشاكل كتير جدا. هنا بتنظم الموضوع وتعمل ماتريكس وتقدر توصل للناس كلها، وكل واحد تبعت له الحاجة المناسبة ليه. يعني نفترض مثلا ان احنا في مول كبير جدا وادوار كتيرة فبالذكاء الصناعي انت مش تبعت رسالة للناس كلها ثابتة، لا، انت هتبعت لكل واحد رسالة خلي بالك الباب الهروب بالنسبة لك انت على بعد مثلا 10 امتار شمال، والتاني تديله رسالة بالنسبة له يمشي طوالي، وفي بالنسبة له مثلا لا هيأس اللي وراه. فكل واحد بتجيله رسالة حسب الحاجة اللي هو موجود فيها، حسب اللوكيشن بتاعه، حسب الجي اي اس. فدي الاستفادة بقى من التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة دلوقتي. تمام، دي خريطة مثلا درجة الحرارة ارتفعت في أماكن معينة، فممكن تبدأ تشوف المواطنين تنبههم لحاجة معينة. انت ممكن تبعت رسالة معينة لو حد مثلا زي ما بيحصل في بعض الاماكن في سيارة مثلا واقفة بشكل، تبعت رسالة للراديو بتاع السيارة ديت خلي بالكوا لازم تعملوا كذا، تبعت رسالة للناس اللي موجودين في الشارع على الراديو، مرة واحدة يلاقوا الراديو جه رسالة ليهم بس ان خلي بالكوا لازم الشارع ده يحصل فيه مشكلة فحاولوا ان انت تخشوا من اي شوارع فرعية.